مش هيك عم تطلعي فيني. أنا بحبك. نحن كنا واضحين من أول شو بدنا. ما كنت عارفة إنك تحبه. أنا وياكي بنحب بعض وما حدا بيقدر يوقف بوشنا. لا ما بتحبه. أنت بس بدك تنسى ياسمين. بكرهه هو وهيديك خطيبته. الأمور بلشت تفلت من بين إيدينا. أنت مين؟ احكي. خلص صلمة، فارس لازم يعرف بالحقيقة. هيدي كذبة كبيرة. أنا بكره اللي بيكذبوا كارين. كانت الخطة إنه يحبك ويرجع يدرك. مش هو لبسني فستان العرس وما إجا وتركني لحالي؟ فارس رح يتركني أنا أكيد. الجزء الثاني من ما فيي. مين مجذوب اللي عملت هيك؟ ليه؟ حتى لو خبرته شو فيها؟ يوميا ما عدا الخميس والسبت بعد الأخبار على الـ MTV.